ستات كتير بعد ما بيحصل لهم التهاب فطري أو بكتيري بيحصل معاهم آلام حادة جدا في شفرات المهبل. الشفرات دي أو الآلام دي بتكون في جزء أو في كل الشفرات. الآلام دي بتبقى عاملة زي آلام قطع سكينة، عاملة زي الكهرباء، مع أي لمسة مع أي احتكاك بتبدأ يبقى فيه ألم مبرح. والناس بتبقى فاكرة إن السبب في ده هو الالتهاب الفطري أو التهاب البكتيري، لكن ما بيعرفوش إن دي حالة اسمها فالفو داينيا. طيب خلينا نعرف إيه هي الحالة دي ونعرف مع بعض إيه اللي ممكن نعمله وإزاي أنصح أي حد ممكن يجي للصيدلية عنده الموضوع ده. يلا بينا نبدأ. أنا عبر أبو بكر ودي جوه الصيدلية. في الجزء الخارجي للجهاز التناسلي للأنثى اللي هي الفالفر أو الشفرات بيحصل التهاب في جزء أو في كل الشفرات دي. الالتهاب ده بيبقى عامل زي الكهرباء أو بيبقى عامل زي قطع السكين. الالتهاب ده أو الألم ده ممكن يكون متواجد طول الوقت وممكن يكون متواجد ولا ممكن يزيد لما الست تقعد أو ممكن يزيد لما يحصل احتكاك. الست تكون لابسة حاجة ضيقة ويحصل معها احتكاك لدرجة ممكن تخلي الست تفقد أعصابها بشكل كبير جدا. للأسف الفالفوداينا مش معروف أسبابها، لكن المتعارف عليه إن هي بتيجي بعد أي حاجة أو في حاجات ممكن تخليها تحصل. زي إيه؟ زي الالتهابات المهبلية، سواء الالتهابات دي كان بسبب فطري أو بسبب بكتيري، وإحنا اتكلمنا على الالتهابات المهبلية في فيديو كامل ممكن تشوفوه من فوق. طيب ممكن تكون زي إيه؟ ممكن تكون زي الـMS. الـMS ممكن يحصل ويحصل فيه دامج أو يحصل فيه تلف في الأعصاب في المنطقة دي. الخبطات أو العمليات في منطقة الحوض ممكن تعمل الآلام دي. ستات اللي بيجي لها السيكشوال ترانسميتد ديزيز، الأمراض المتناقلة جنسيا زي الكلاميديا مثلا أو الجونوريا، سيلان والزهري والأمراض دي، بعدها بعد ما الست تجيلها المرض وتخلص وتتعالج منه تبدأ عندها تبدأ تحس بالآلام والنار اللي موجودة دي. طيب يبقى الجنان هياكل دماغ الناس، وده اللي حصل معايا بست جاتلي بعتتلي على الانستجرام بتتعالج بقالها 6 شهور. 6 شهور بتتعالج، أول ما كشفت طلع عندها كلاميديا، اتعالجت بالكلاميديا كان الله بالسر العليم والأمور تمام. بعدها بفترة بدأت تحس بآلام غريبة، بدأت تحس بحرقان، ألم قطع السكينة، مش قادرة تقف، مش قادرة تتعامل، مش قادرة حتى تروح الشغل. رجعت كشفت تاني، قالت إن هي ممكن يكون رجع لها الكلاميديا. بصت عملت تحليل مر في التانية مفيش كلاميديا، مفيش أي حاجة، محدش كان عارف هو في إيه. طيب قلت لها طيب ده احتمال كبير يكون فالفوداينيا، خلينا نجرب الحاجات دي. وهو ده الحاجات اللي ممكن نجربها. ممكن نجرب إن إحنا نستخدم كريم الإملا، المخدرات الموضعية ممكن نستخدمها ونبدأ نبعد أو نبدأ نستبعد وجود أي حاجة ممكن تسبب الالتهاب. كل الحاجات اللي أنا قلتها في الأول دي ممكن نستبعدها واحدة 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 لحد لما نقول مفيش عندي التهاب من النوع ده. أستخدم الكريم زي الإملة ممكن يقلل شوية، ممكن أستخدم الحاجات اللي هي مضادة للاكتئاب أحيانا بتجيب نتيجة. الدكاترة بيبدأوا ويدوا حاجة زي الجابابانتين علشان تقلل من التهاب الأعصاب. في الشفرات ده ما بيكونش آلام من الالتهاب، ده بيكون آلام من تلف الأعصاب. تلف الأعصاب في المنطقة دي هو اللي بيعمل الألم اللي لا يحتمل ده. فإحنا علشان نعالجه لازم نعالج الأعصاب، لدرجة إن إحنا بعد فترة لو الموضوع ما بيتحسنش مع الأدوية أو مضادات الاكتئاب أو الجابابانتين، إحنا بنبدأ نضطر إن ممكن نعمل عملية جراحية نبدأ نشيل فيها الجزء العلوي أو الجزء اللي فيه الألام المبرحة اللي ما بتختفيش دي. كريمات الكورتيزون مع كريمات المخدرات الموضعية بيتعملوا ميكس ونبدأ ندهنهم على المنطقة بحيث إن هي هتقلب الألام شوية، لكن مش هتودي الألم غير لما نعرف السبب. أو الموضوع ده كتعرفها وتوعية لأي حد ممكن يجي قدامه الحالة دي. الحالة دي مش كتير من الناس تعرفها ومش كتير عندهم تصور إن هي ممكن تكون موجودة. علشان كده يهمني جدا إن انتوا تبعتوا الفيديو ده لكل الناس بحيث إن الناس يبقى عندها
فكرة إن دي حاجة ممكن تكون موجودة، وحاجة إحنا ممكن يبقى لينا دور ونعالجها أو نوجه عليها صح للدكتور وليكم. دمتم في نعمة، دمتم في صحة، دمتم في فضل من الله. أشوفكم على خير في حلقة جاية من جوه الصيدلية. كان معاكم عمرو أبو بكر. ما تنسوش لو أنت تتفرج بأول مرة دوس على كل الحاجات اللي تحت. سلام. أتمنى يا رب الفيديو يعجبكم ويقدم لكم حاجة مختلفة، وتعبنا يا رب ما يروحش على الفاضي. لو نفسك تدعمنا وتساعدنا فالموضوع بسيط جدا، كل اللي عليك تعمله إنك تعمل اشتراك أو سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد بنقدمه أول بأول. في صندوق الوصف كمان هتلاقوا لينك لحساباتنا على السوشيال ميديا كلها، اعمل لايك وفولو لأننا بيكم بكبر وبيكم بتشرف بالمتابعة. شكرا جزيلا، عمرو أبو بكر.